in Beirut, all the way to the airport, there in Iraq, and further away in Syria. From Aleppo to Damascus, and Hazrat Zainab's shrine wherever you look, there are pictures of a man from Iran who is in the hearts and minds of people thousands of kilometers away from his homeland. They have decorated the walls in their cities with his pictures. Regardless of language and geographical considerations, they all mention one name. General Qassem Soleimani. What is the secret behind this mutual feeling? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Awalan, nashkur samahatukum, samahat Sayyid Hashem Safieddine, Rais al-Majlis al-Tanfidhi li-Hizbullah, ala itahatukum al-fursa lana lihadihi al-muqabala bimunasabat al-jadida bisima mutafawita amma qablaha, huwa Hizbullah. Al-su'al huna, ما هي العلاقة بين الصعود الذي جاءنا من الشرق من شرق منطقة غرب آسيا من إيران من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتشكل حزب الله بشكل عام وبشكل خاص مع ما عرف فيما بعد بقوة القدس قاض وبمثابة من يلم هذه المجموعات من يجمع كلمتها وسلاحها ويعطيها كل إمكانات الدعم والتأييد وبدأت هذه العلاقة علاقة وطيدة ووثيقة في ذلك الوقت كان هناك شيء اسمه أو تبلور شيء في الجمهورية الإسلامية في قيادة الحرس اسمه قوات القدس التي تعنى بالدرجة الأولى بالمستضعفين على مستوى المنطقة وتحديداً ما هو مرتبط بقضية فلسطين يعني بقضية الصراع مع العدو الإسرائيلي وبدأت العلاقة تنمو يوما بعد يوم وسنة بعد سنة وانتصارا بعد انتصار إلى أن وصل حزب الله إلى ما وصل إليه اليوم ببركة دعم الجمهورية الإسلامية ببركة هذا التوجيه وهذا الإرشاد وهذه الخبرات وببركة هذه العلاقة الوطيدة والوثيقة بين القدس بين القوات القدس وبين حزب الله والمقاومة الإسلامية وهو كان عنده تجربة كبيرة على مستوى الجمهورية الإسلامية الحرب المفروضة في الحرب المفروضة على مستوى أفغانستان وأذكر كان يحدثنا كثيرا عن أفغانستان وشاه مسعود وما الذي حصل وكان يتحدث بلغة تشعر أنك أمام شخص استراتيجي هناك استراتيجيات حضرت بسرعة أو حتى يمكن قائد أممي استراتيجيات حضرت بسرعة في المعركة نحن أفق المعركة بالنسبة إلينا كان في تلك المرحلة هو كيف نحتل موقعا إسرائيليا أو ندفع خطر إسرائيلي على أهلنا في لبنان وصولا إلى التحرير تحرير الأرض التي كانت محتلة لكن الحاج قاسم كان حاذقا وخبيرا ومباشرا جدا في رسم الأفق وفي رسم الاستراتيجيات العملياتية ولا أقصد هنا الاستراتيجيات الكبيرة التي كانت معروفة وواضحة عند حزب الله لكن الحاج قاسم ترجم هذه الاستراتيجيات مباشرة إلى آفاق وإلى رؤى وجاءت اللمسات في مختلف الجوانب في التخطيط في الإدارة في الدعم السريع المكثف المتتالي وكانت الضربات متتالية على الإسرائيلي بحيث أن الإسرائيلي شعر في وقت أنه ليس أمامه إلا أن يخرج بلا شك وجود الحاج قاسم بشكل فعال ولمسنا منه مباشرة أنه رجل ميداني أنه رجل عملياتي أنه رجل مملوء بالخبرة ومملوء بالشجاعة ومملوء بالأقدام بعض القيادات من حقها الطبيعة أن تفكر بالواقع الميداني وتحسب حساب الربح والخسارة وهذا أمر طبيعي وعادي وليس عيبا في أي قيادة لكن أن يكون القائد دائما مقداما وأن يكون دائما يقفز إلى الأمام ويقول لكل من معه تعالوا إلى الأمام هذه الوثبة شعرنا بها بشكل واضح وملموس ووجدت ترجمتها في مختلف ميادين الجبهات فكيف إذا كان مع هذا القائد الملهم كان معه في العام 2000 في البنى الأساسية
يعني مثل تفضلتم أنه كان القتال قبل تشكيل الحزب وربما بقي بعد تشكيل الحزب هو حركة مجموعات مقاتلة تشاغل العدو، تشغله، يعني تضرب وتهرب عنه كذا. هل مجيء الحاج قاسم سليماني إلى بيروت ومن ثم الالتحام مع قيادة الحزب في العمل من أجل دفع العدو من لبنان في البنى الأساسية للتشكيل، عمل شيء في الميدان، في المعركة، في موازين القوى؟ طبعا في التسليح، في التهريج، هو أهم أمدنا به. كنا وقتها نحتاج إلى بعض الأسلحة النوعية وإلى عدد كبير من الإمكانات والذخائر والاحتياجات التي كانت تحتاجها المقاومة في ذلك الوقت. ومن نتيجة خبرته ومعرفته وطريقته الخاصة في اجتياز الموانع، كان يذلل الموانع مانعا بعد مانع. كانت أمور كثيرة ربما لم نكن قادرين على أن نحصل عليها، لم نكن قادرين على أن نراها بين أيدينا فإذا بها تتحقق. هذه السرعة في العمل بلا شك أنها زخمت القدرة القتالية لحزب الله في الأبعاد المختلفة، الدورات والتدريب، برامج التدريب أصبحت سريعة ومكثفة على مستوى الإمكانات التسليحية، على مستوى دعم الجبهة بمختلف الأمور وفي كل ما تحتاجه الجبهة. وهو شخص كان ينظر إلى كل احتياجات التي يمكن أن يدعم فيها العمل المقاوم، وصولا إلى الموضوع الإعلامي والثقافي. لم يكن يبخل بشيء في موضوع الدعم إلا وكان يوفره. شعرنا أن هناك حالة كبيرة من الدعم الخاص التي نقلتنا من مكان إلى مكان آخر. هل كان يحضر بعض اجتماعات القيادة الميدانية؟ يعني يشعر بأنه لبناني، يشعر بأنه عربي، يشعر بأنه مكلف وجدانيا وعقيديا بالتحرير، أو فقط أنه دور استشاري من بعيد؟ الحاج قاسم لا يمكن أن يكون بعيدا عن مواقع العمل والفعل الطبيعيين، هذه شخصيته. بغض النظر عن هذه النقطة أو هذا المكان أو هذا الاجتماع أو هذه الجلسة، بغض النظر عن هذه التفاصيل، هو كما قلت رجل عملياتي، رجل ميداني، رجل قريب جدا من المجاهدين، يتواجد معهم، ينتقل إليهم من مكان إلى مكان، يحب أن يرى بعينيه، يحب أن يشاهد، يحب أن يتلمس المشاكل إذا كانت موجودة، يتلمس الاحتياجات إذا كانت موجودة. وبالنسبة إلينا وتحديدا مع الشهيد القائد الحاج عماد رضوان الله تعالى عليه وسائر القيادة العسكرية للمقاومة، كما قلت في البداية، شعروا دائما أنه واحد منهم، بل أنه دخل إلى قلوبهم وإلى عقولهم. وكونه إيرانيا لم يكن الأمر يعني يوجد أي عائق أو أي مانع على الإطلاق، حتى عنده هو حتى وعنده هو كان يتعاطى بعفوية كاملة. من مميزات الحاج قاسم أنه عفوي، أنه عاطفي، أنه صادق، ووجد هذا التجاوب أيضا مع جبهة المقاومة في لبنان، فبادلها كل ما عنده من عاطفة وصدق ومحبة، وأغدق أيضا بأحاسيسه. طبعا هو يمتلك حسا خاصا ظهر على كل حال بعد شهادته بشكل جلي فيما يرتبط بالشهادة وتوقيه للشهداء والشهادة. هذا أيضا كان يحضر معه في الجبهات، في أي لقاء هو يتحدث عن الشهداء، في أي لقاء يتحدث عن الماضي، عن التضحيات، يؤمن بالتضحيات، يقدر التضحيات، يعرف مذاهب المختلفة على المستوى الإسلامي. وحينما تصبح الحروب حروب مذاهب في المنطقة، أمريكا ترتاح من كل القدرات التي كانت تشكل لمصالحها تهديدا، سواء كانت الجمهورية الإسلامية أو العراق أو سوريا أو لبنان أو أي مكان آخر. إذن الهدف الأساسي كان عند الأمريكي هو إدخال المنطقة وإقحامها بعد سقوط الشرق الأوسط الجديد وبعد هزائمها في وجه محور المقاومة، هو أن تدخل المنطقة إلى حروب مذهبية. هنا يظهر الحاج قاسم من جديد. الحاج قاسم من جديد هو منقذ هذه المنطقة، وهو الذي عمل على إنقاذ هذه المنطقة من هذا المشروع الأمريكي، أولا بالإدراك والفهم والوعي، طبعا نتيجة رؤية سماحة القائد الإمام خميني دامه الله، نتيجة وجود قيادات ومقاومين أبطال في هذه المنطقة،
لكن الذي كان يحمل هذه الرؤية هو الحاج قاسم سليماني. أنا أذكر تماما حينما بدأت معارك التكفيريين كان دائما يقول أن المشكلة هي في أمريكا في كل ما يقوم به التكفيري، حتى حينما تقاتله في المعركة يجب أن لا تنسى اليد التي تدفعه أو اليد التي توجهه أو التي تستثمر قتله وذبحه وكل الأمور الشنيعة التي يقوم بها التكفير. كان يناقشكم هذا الموضوع سواء له علاقة بالعراق أو فلسطين أو طبعا العراق. تناقشنا بكثير من الأمور في كل هذه الأمور التكفيري تحديدا بكل المسائل، الأمور التكفيري، الأمر التكفيري، التهديد لكل المنطقة، ما يحصل في سوريا، ما يحصل في العراق، هي محل أمور محل نقاش دائم. وكان سبب انطلاقكم أنتم وإياه إلى الساحة السورية لأنه أحد الأسباب الرئيسية في حماية سوريا، لأن سوريا هي جزء أساسي من محور المقاومة، وسوريا تعنينا على مستوى مقدمته للمقاومة، على مستوى موقفها، ونحن نعلم كما كان الحاج قاسم على يقين كامل وتام منذ اليوم الأول، وهو في المناسبة منذ بداية أحداث سوريا كان يحمل هذه النظرة ويحمل هذه الرؤية، أن المستهدف في سوريا هو دعمها للمقاومة وهو دعمها لمحور المقاومة، ليس المستهدف أشخاصا أو مذاهب أو مجموعات أو مناطق في سوريا، أبدا لم يكن هذا الأمر. كلنا يعلم أنه سواء كان في سوريا أو في العراق أو حتى في فلسطين أو في أي مكان آخر، إذا تخلوا عن كل هذه الجهات، إذا تخلت عن مشروع المقاومة، أمريكا ليس عندها أي مشكلة على الإطلاق، لا تدفع بالتكفيري ولا يأتي المال السعودي ولا المال الخليجي ولا يأتي كل هذا الدعم ولا كل هذه الفضائيات اللعينة التي تعمل على التحريض الطائفي والمذهبي لتقسيم المسلمين، كل هذا ما كان ليأتي، ما كان ليتحرك. الحاج قاسم كان، الحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه، كان مدركا من اللحظة الأولى أن وجودنا في سوريا، وجود المقاومة في سوريا، وجود الجمهورية الإسلامية في سوريا هو للنأي بسوريا عن الغرق في هذه الوحول المذهبية التي كانت قد استنفرت واستفزت أحاسيسها ومشاعرها بعض قيادات للأسف التعيسة والجاهلة وبعض القيادات العميلة والمأجورة، والحمد لله هذا تم. وهذا كذلك في العراق، وكذلك في العراق، كذلك في العراق. أنت تعلم ما حصل في العراق قبل داعش وقبل الموصل، كان على مدى أشهر هناك تحركات في الأنبار وفي غير ذلك، وكان الخطاب المذهبي متقدما جدا، علما أن هؤلاء الأشخاص، لا أقول كلهم، بعضهم كان الحاج قاسم على تواصل معه بطريقة أو بأخرى، كان ينبههم إلى أين أنتم ذاهبون، أنتم ذاهبون لتخدموا أمريكا، بدل أن يأتي العراقيون ليجتمعوا ليلتفوا ليحاولوا أن يحلوا مشاكلهم، سواء كانت مشكلة فساد أو مشكلة سياسية أو مشكلة مختلفة الأسباب والعوامل، كان يدعوهم إلى التلاقي. كان يقال أنه لا يقطع شعرة معاوية مع أي طرف من الأطراف، مش قطع شعرة أو عدم، كان يعتقد هو أن العراق يجب أن يبقى موحدا وقويا ومستقلا بشعبه، وأن لا تدخل على إرادة الشعب العراقي أي إرادة أخرى، ولذا هو كان من الطبيعي جدا أن يكون بين الكرد وبين السنة وبين الشيعة وفي كل مكان، ولذا هو تواجد في كل هذه الأماكن من موقعه وموقع تأثيره ليجمع كلمة العراقيين من أجل أن يكون العراق بلدا سيدا مستقلا. وربما البعض يظلم الحاج قاسم سليماني، وهذا حقيقة يجب أن تقال، الحاج قاسم لم يكن طوال كل مراحل تواجده في العراق وما بذله من أجل العراق ومن أجل وحدة العراق، ما كان يتطلع أبدا إلى أن تكون إيران هي النفوذ الأقوى في العراق، وإن كان هذا مبررا بالمنطق السياسي الدولي أو الإقليمي نتيجة التهديدات الكثيرة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية، لكن هو كان بالنسبة إليه بالدرجة الأولى وحدة الشعب العراقي. ماذا عنا لكم خبر استشهاد الحاج قاسم سليماني؟ عندما وصلكم الخبر، رد الفعل الأولي وبعدين في المراحل التي تلت، وأيضا على شارع اللبناني والعربي عندكم هنا في العالم العربي والإسلامي. المنطق الطبيعي والإنساني والعملي بعيدا عن العاطفة والمشاعر الخاصة التي لها حديث ذو شجون ويطول ولا يكاد ينتهي،
بالنسبة إلينا الحاج قاسم سليماني بالمعنى العاطفي والقلبي والوجداني هو قيمة كبيرة جدا جدا، وهو يحتل مكانة كبيرة جدا في قلوبنا وفي وجداننا وفي عقولنا. بكل صراحة أقول نحن ممن عرفناه ممن نعشقه، نحن كنا نعشق الحاج قاسم سليماني، نعشق الجلوس إليه، نحب أن نلتقي. هذا كله يعني حديث آخر يحتاج إلى كما قلت كلام طويل، لكن على المستوى العملي مجرد سماعنا بهذا الخبر بإمكاني أن أقول لك كأن هناك جبلا تستند إليه، شعرت للحظة أن هذا الجبل لم يعد موجودا. لا يعني أنه لا يعوض، الله تعالى يعوض. لا يعني أنه سنقع، لم نقع ولن نقع، وإن شاء الله نزداد قوة كما تعلمنا من كل تجاربنا، لكن بالمعنى الدقيق للكلمة أنك تستند إلى جبل، هذا الجبل في لحظة من اللحظات لم يعد موجودا. سماحة الأمين العام حفظه الله السيد حسن نصر الله قال استشهاد الحاج قاسم سليماني نقطة مفصلية في التاريخ الإقليمي والإنساني، ماذا يقصد بنقطة مفصلية؟ محور مفصلي يعني أن بعد استشهاد الحاج قاسم سليماني ما كان يعمل على إنجازه بتعبه وجهده وسهره وعرقه وإخلاصه سوف يتحقق إن شاء الله بشكل أفضل بدمائه الطاهرة. هذا بحسب العقيدة، بحسب التجربة. نحن نؤمن تماما، وأنا هنا لا أتحدث بشكل لا أبالغ ولا أريد أن أجامل، الكلام ليس هو محل المجاملة. نحن نعتقد أن هؤلاء الكبار حينما يختارهم الله تعالى شهداء وعلى هذا النحو اختارهم في الوقت الصحيح ليكون دمهم هو المعبر بعد أن أعطوا كل أعمارهم. يعني الإنسان يعطي كل شيء بعد أن يعطي دمه، إعطاء الدم بهذه الطريقة حتما سيفتح أبواب ربما لا تخطر على بال أحد. وأنا أتحدث إليك اليوم قد أتخيل بابا أو اثنين أو ثلاثة أو مستقبل أو أفق، أنا أقول لك من الآن أقطع وأجزم أن دماء الحاج قاسم سليماني سوف تفتح لنا أبوابا لا تخطر على بال أحد، وإن شاء الله التاريخ سيشهد بذلك في الأيام والأشهر الآتية بإذن الله تعالى. على المستوى الإنساني هو رجل قائد كبير، ليس قائدا عاديا، هو قائد كبير، قائد إلهي، قائد ملهم، هو قائد له بصمات، له حضور، له تأثيرات في أماكن كثيرة في المنطقة، وهو قائد محور بالمعنى العملياتي والعملي والحقيقي. من الطبيعي أن محوره حينما يكون صادقا معه ومخلصا له من الطبيعي أن يحمل هذه الدماء ليحافظ على هذه الدماء وليحافظ على هذه الرسالة التي حملها الحاج قاسم سليماني. يعني ستعطي هذه الدماء فينا المزيد من الهمة والمزيد من المسؤولية، والشواهد على ذلك إلى الآن هناك شواهد كثيرة وكثيرة جدا. أشار إليه سماحة الأمين العام في بعض كلماته أن هناك حالة من التوق إلى الشهادة، إلى الاستشهاد، إلى الجبهات، إلى التحدي، إلى الانتقام. هذه الحالة لم تكن كما كانت قبل استشهاد الحاج قاسم سليماني. وثالثا ستفرز لنا هذه الأحداث وقائع جديدة. العدو عودنا أنه حينما يقتل أحد قياداتنا هو يترقب أن الساحة سوف تصبح بالنسبة إليه أسهل ويأتي إليها بشكل أفضل، لكن الأمر ليس كذلك. سيكتشف أن ما نبنيه الآن بعد دماء الحاج قاسم سليماني هو عظيم وعظيم جدا على مستوى كل المنطقة. هو كان يحلم ويطمح بتحرير القدس وبإخراج الأمريكيين من المنطقة، وهذا إن شاء الله سيتحقق دون أدنى شك. وأنا أقول لك شيء بالنسبة إلينا، النفوذ الأمريكي في المنطقة وتحرير القدس هما حقيقتان كأنهما واحدة. إذا تمكنت من إخراج الأمريكي من المنطقة تحب الشهادة والشهداء وحب المجاهدين للشهادة وللشهداء. أحسنتم سيدنا الجليل،
شكرا جزيلا سماحة السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله.